السلام عليكم. اليوم رانا في منطقة قريبة من جسر واد الشايح، وهي تابعة للمشروع الكبير الهام جدا بالنسبة لمدينة الجزائر، واللي يتعلق بتهيئة ضفاف واد الحراش. وهنا نلاحظ أن البساط الأخضر كبر جدا ومد نتائج جيدة. نشوف هنا التهيئة مكتملة، ولكن للأسف الشديد مهملة من طرف الدولة، مهملة من طرف الشعب، مهملة من طرف المسؤولين على مستوى البلدية التابعة لهذه المنطقة، وهي بلدية جسر القسنطينة. وللأسف الشديد الأشغال يعني قاربت 90%، لكن لم تنتهي، بقات شوية يعني مسؤولين حتى واحد ما راه يخمم على الشعب هذا. مساحة نشوف هنا، لاحظ أن المساحة هذه تعتبر شاسعة جدا، ويعتبر والله العظيم فضاء نتاع إنسان يتنفس يروح عن النفس نتاعو. بالنسبة للأطفال، بالنسبة للمسنين، يعني كل الفئات نتاع المجتمع تحتاج إلى مثل هذه الفضاءات. لكن لا حياة لمن تنادي. المفروض فضاء كما هذا، مهما كانت المشاكل المتعلقة بالعقد العمل بين الشركة الكورية والدولة الجزائرية، مهما كانت المشاكل، لابد على السلطات تفتح الفضاء هذا، والمشاكل تتحل، لابد أن تتحل يعني مهما كانت، لأن الوضع مؤسف 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 للغاية. وهنا نشوف ملاعب نتاع كرة قدم وفيها إضاءة في الليل، ممكن الإنسان يمارس رياضة في الليل، يعني شيء رهيب، إمكانيات لا متناهية نتاع تحسين ظروف المواطن. لكن المسؤولين غائبين، يعني ما لقينا ما نقول، استغفر الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله فيها خير، ونترككم مع في الجولة هذه، كملوا الجولة حتى النهاية، والسلام عليكم.